موضوعنا اليوم عن طريقة إخفاء أو إظهار لأوراق العمل الموجودة في الإكسل. على سبيل المثال، لدي هنا 3 أوراق عمل، شيت ديت وشيت 2 وشيت 3. أريد مثلا أن أقوم بعملية إخفاء لورقة العمل هذه. الطريقة، نذهب إلى الصفحة الرئيسية هوم، ثم نختار من هنا أمر فورمات، ونذهب إلى أمر هايد أند أن هايد، اللي هو إخفاء وعدم الإخفاء. نختار هنا هايد شيت، إخفاء ورقة العمل، نضغط عليها. لاحظ هنا تم إخفاء ورقة العمل باسم شيت ديت. لنقوم بإخفاء مثلا شيت 2 بنفس الطريقة، نقوم بإخفائها هايد شيت، تمت إخفاء ورقة العمل الثانية. ماذا لو أردنا القيام بإظهار أوراق العمل المخفية؟ الخطوة نقوم بها بالذهاب إلى فورمات، ونختار نفس الأمر هايد أند أن هايد، ثم نختار هنا أمر أن هايد شيت، فتظهر لي هذه الشاشة. هنا يعطيني جميع أوراق العمل التي تم عمل إخفاء لها، يعني هنا كافة الأوراق المخفية. تختار الصفحة التي تريد إظهارها، مثلا سأختار شيت ديت وأضغط أوكي. لاحظ هنا تمت إظهار الصفحة التي قمت بإخفائها. لنقوم بإظهار ورقة العمل الأخيرة شيت 2، تم إظهار ورقة العمل. تحياتنا إليكم، دمتم.